الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ونصلي ونسلم ونبارك على النبي الأمين قائد غل المحجلين الميامين بابي أمي صلى الله عليه وسلم، ما تصلي عليه حبيبي رب العالمين. معنا قصة من أجمل ما تسمع، ذكرها ابن الجوزي في الأزكياء، أنه خرج قاضي أنطاكيا ليلا إلى مزرعة الله، فلما سار من البلد اعترضه لص. لا لص ايه؟ وقف قدامه. فقال اللص: دع معك ما معك، والا اوقعت بك المكروه، هات اللي معك كده بدل ما موتك. فقال القاضي: ايدك الله، ان لاهل العلم حرمه وانا قاضي البلد، فمن علي. ده انا قاضي البلد، عيب اللي انت بتعمله ده. فقال اللص: الحمد لله الذي أمكنني منك، لأني منك على يقين أنك ترجع إلى كفاية من الثياب والدواب، أما غيرك فربما كان ضعيف الحال فقيرا لا يجد شيئا. ده أنا كويس أنا وقعت فيك، ده أنت أكيد معاك فلوس ومعاك بهايم ومعاك 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 ثياب. فقال القاضي: أين أنت مما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الدين دين الله، والعباد عباد الله، والسنة سنتي، فان ابتدع فعليه لعنة الله، وقطع الطريق بدعة، وانا اشفق عليك من ان تدخل تحت اللعنة. فقال اللص، بص الفقه بقى بتاع اللص: يا سيدي هذا حديث مرسل. يا راجل ده عنده علم بالحديث كمان، لم يروى عن نافع ولا عن ابن عمر، انا عبد الله ابن عمر، ولو سلمته لك تسليم عدل او تسليم انقطاع، فما بالك بلص متلصص مما لا قوت له ولا يرجع إلى كفاية عنده. إن ما معك هو حلال لي. أنا ما عنديش كفاية، يبقى اللي عندك ده حلال لي، أنا معيش أكل ولا معيش شرب. فقد روى مالك عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كانت الدنيا دما عبيطا لكان قوت المؤمنين حلالا. ولا خلاف عند جميع العلماء أن للإنسان أن يحيي نفسه وعياله بمال غيره إذا خشي الهلاك، وأنا والله أخشى الهلاك على نفسي، وفيما معك إحيائي وإحياء عيالي، فسلمه لي وانصرف سالما. الفقه والعلم ده حرامي ولص عالم وفقيه. فقال القاضي: إذا كانت هذه حالتك فدعني أذهب إلى مزرعتي، فأنزل إلى عبيدي وخدمي وآخذ منهم ما أستتر به، وأدفع إليك جميع ما معي. ها خلاص يا سيدي أنا موافق، طالما أن أنت شايف كده سيبني أرجع بقى لحد بيتي، هجيب العبيد والخدم وأخذ منهم وأدي لك اللي أنت تصطب بنفسك أنت وعيالك. فاللص قال له: هيهات هيهات، فمثلك مثل الطير في القفص، فإذا خرج إلى الهواء خرج عن اليد، وأخاف أن أخلي عنك فلا تدفع لي شيئا. إزاي أسيبك؟ ده أنا لو سبتك دلوقتي أنت كأنك جوه القفص، لو فتحت القفص هتطير مني، أنت دلوقتي جوه إيدي، إزاي أسيبك تمشي؟ فقال القاضي: أنا أحلف لك أني أفعل ذلك، أنا بحلف لك والله أن أنا هعمل كده، هروح وأرجع لك تاني. فقال اللص: حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يمين المكرم لا تلزم، أو لا تلزم، يمين المكرم لا تلزم. شوف يقول له إيه، ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يمين المكرم لا تلزم، وقال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يعني أنت ممكن تحلف لي وانت بالنسبة لي هتبقى صادق، لكن انت من جواك انت مكره، فانت يمينك عندي لا تلزم، ملاش لازمة، ده مش ممكن، ده بيتكلم بعلم وبيتكلم بفقه. فأعطاه فادفع مع الدين اللي معاك مش هسيبك. فأعطاه القاضي الداب والثياب دون السراويل. فقال اللص: سلم السراويل ولا بد منها. فقال القاضي: إنه قد آن وقت الصلاة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ملعون من نظر إلى سوءة أخيه، وقد آن وقت الصلاة ولا صلاة العريان، والله يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقيل في التفسير: ألا وهو الثياب عند الصلاة. يوم القاضي بقى يوم اللص يرد عليه يقول له إيه: أما صلاتك فهي صحيحة. يا راجل إيه مبررك بقى؟
حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة العراة يصلون قياما ويقوم إمامهم وسطهم. وقال مالك: لا يصلون قياما، يصلون متفرقين متباعدين حتى لا ينظر أحد منهم إلى سوءة البعض. وقال أبو حنيفة: يصلون قعودا. وأما الحديث الذي ذكرته فهو مرسل، ولو سلمته لك لكان محمولا على النظر إلى سبيل التلذذ مش سبيل الاضطرار. وأما أنت فحالك حال اضطرار لا حال اختيار. يا نهار أبيض، ده اللي بيقوله ده بيستشهد بأقوال العلماء، بيقول أقوال العلماء وبيذكر هم قالوا في المسألة. فقال القاضي: أنا القاضي وأنت المستقضي، وأنت الفقيه وأنا المستفتى، وأنت المفتي فأنت القاضي، وأنت الفقيه وأنت المفتي، قلت كل حاجة، خذ ما تريد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأخذ السراويل والثياب ومضى. تخيلوا حتى كان زمان اللصوص عندهم علم. طبعا احنا مش بنشجع الكلام دوت، لا طبعا. فما فعله هو يأسم به، ما فعله هو يأسم به. وأسأل الله أن يرزقني وإياكم الحلال الطيب، ولا ننسى الاشتراك في القناة ونعمل مشاركة للحلقة دي على كل جروباتنا. بحبكم في الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم، مع قناة اعرف دينك.